السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جربنا قبل كده بنج وكوبايلوت ازاي ننشئ صور. الجميل ان انت اول ما بتفتح ولسه ما كتبتش حاجة خالص، ممكن تيجي هنا تعجبك صورة معينة فتدوس عليها وتاخد الكلام ده كوبي وتقول له اعمل لي صورة زيها. تمام، يعني ممكن انسخ الكلام دوت تمام وارجع هنا اقول له ان انا عايز صورة زي كده وتعدل فيها لو انت حابب، يعني مثلا عايز تخليه طفل طفلة، تغير الخلفية زي ما انت عايز، مفيش مشكلة. طيب عايزين نجرب حاجة جديدة، ان انا اقول له سربرايز مي. سربرايز مي هيبدأ هو يجيب لي كلام وبعد كده ادوس كرييت يبقى ان هو يعمل لي الصورة. يعني هنا بيقول لي اعمل لي بريت اي ميك اب لوكس مثلا. تمام، طيب لو انت مش عايز ممكن تقول له سربرايز مي فيجيب لك تكست تاني لصورة مبهرة. تمام، لو عجبتك الصورة دي مثلا هتقول له كرييت. لو عايز تعدل فيها، ما بتحبش الليمون وعايز تخليه مانجا، اكتب بس ايه مانجا، مفيش اي مشكله خالص، يبدا يعمل لك الصور. الموضوع بيبقى ايه، انا حاسس ان انت زهقان وعايز تجرب حاجات جديده، فتبدا تقول له سربرايز مي ابهرني، فاعملها لك بالشكل ده. طيب ممكن تقول له بقى ايه سربرايز مي، يعني عايز حاجه تانية، فيبدا ان هو يجيب لك روبوت هولدنج امبريلا انذرين. دي شكلها تبقى جميله. هنشوف انسان آلي ماسك مظله وهي بتمطر، بس هي معمولة كأنها مرسومة بالحبر يعني، ففكرتها جميلة. فسيرفر رسمي ساعات لما تلاقي مش لاقي حاجة تتفرج عليها، مش لاقي حاجة تعملها، الزرار ظريف. أنا ما كنتش جربته، بس لما جربته حبيت الفكرة. تمام، طبعا أي وقت تقدر تعدل أي كلمة أنت عايزها من الكلام دوت، تخلي حاجة تناسبك يعني. الكمبيوتر أيام زمان، ماشي نعمل ايه. فكرة مسلية الصراحة. كده كده انا ليا طبعا عدد معين تقريبا 15 تجربة كل يوم، فالنهاردة ما عنديش حاجة اعملها، فاقول له ايه اعمل لي وريني انت ممكن تعمل ايه. الجميل ان هو مش بيعمل لك صورة على طول، لا منتظر ان انت تدوس كرييت. ليه؟ على اساس يبقى عندك فرصة تعدل، لو الكلام مش عاجبك تقول اعمل لي صورة جديدة. او ممكن تخش على جوجل ترانزليت تترجم الكلام دوت وتعدله بالعربي وترجع له تاني لو انت مش عايز تعدلها بالانجليزي لاي سبب، تطلع معانا حاجة بالشكل دوت. رسمي مسلية جدا يعني، بيبدأ الصراحة. شايف، وحط لنا ايه يعني، حدد لنا بقى ان عايز حاجة 3D وحاجة يكون لايت بلو باك جراوند، فبيحط شوية حاجة كويسة. طيب انت مش عايز وولف، ممكن تغير لأي حاجة تانية تطلع لك بشكل ملائم ليك، يعني هو بيديك فرصة ان انت مثلا تغيرها وليكن مثلا كيت. تمام، وتقول له كرييت، فيبدأ يعمل لك صورة خاصة بيك انت. فعملنا القطة بالشكل دوت. طبعا اي صورة انت بتتعمل تقدر ان انت تدوس عليها فتبقى كبيرة، تقدر تعملها داونلود، تقدر تخش على برنامج الديزاينر وتعدل عليه، تقدر تقول له الفيدباك، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تمام، فجربوا سيرباس مي دي، ان شاء الله تبقى جميلة لنا.